26 الهدف الأول كارلوس ادواردو الذي يضع الهدف، وطبعا الهدف لربما سوف نتحدث عنه بشكل اكثر مع ضيوفنا، هذا الهدف الذي نشاهده بعدما ارتدت من المدافعين ليضع الهدف الاول كارلوس ادواردو معلن المتقدم الهلال. ياتي في الدقيقه الثانيه من الوقت الاضافي او الوقت الضائع للشوط الاول اسماعيل محمد يضع هذه الكره الجميله ليتعادل.